السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من البرنامج الكشفيه في خيمتي. في خيمتي برنامج كشفي اسبوعي بتقدمه لكم اياه قناه الثبات الفضائيه بالتعاون مع وكاله الانباء الكشفيه كون، لالقاء الضوء على ابرز النشاطات الكشفيه محليا وعربيا وعالميا. وانتصرت فلسطين، انتصار جديد تسجله فلسطين في سجلاتها. فمنذ عام 1912 ومنذ ان تاسست الكشفيه الفلسطينيه في القدس الشريف كان دورها بارزا ومتالقا، ولكن كما خربت الصهيونية الأرض وشردت الأهل وقطعت أوصال الوطن، تمكنت من انتزاع العضوية الكشفية الفلسطينية الكاملة من المنظمة الكشفية العالمية. معركة طال الجهاد فيها لكي يعود الحق لأهله وتعود الهيبة لفلسطين، واليوم تتحقق الانتصار فيها. فلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة الكشفية العالمية. الحديث أكثر عن حيثيات هذه المعركة وتفاصيلها، يسعدني أنه ننتقل في استوديو خارجي من مركز يافا الثقافي في مخيم بلاطة في نابلس مع القائد محمد عبد الوهاب أبو الوفا، نائب مدير وكالة الأنباء الكشفية كون، وضيوفه الكرام على الهواء مباشرة. الهواء لك أخي أبو الوفا، تفضل. شكرا للقائد محمد اللبابيدي مدير عام وكالة كون، والشكر موصول لفضائية الثبات على دورها في إبراز الحركة الكشفية. ونحن معنا اليوم في استوديو مركز يافا الثقافي كل من القادة، القائد عبير عسلان المفوضة الإرشادية الفلسطينية، والقائد محمد أبو راس عضو مفوضية تنمية القيادات. وبهذا اللقاء الذي نستقبلهم معنا في هذا اليوم يكون حديثنا عن استكمال الاعتراف بالكشافة الفلسطينية والإنجاز التاريخي الذي حققته الكشافة بجهود قادتها، بجهود أعضاء لجنتها التنفيذية، بجهود المجلس الأعلى للشباب والرياضة. هذا الإنجاز التاريخي الذي حلمت به كل الفلسطينيين وكل الكشافة الفلسطينية في أن يتحقق، وقد تحقق بعد جهد طويل، رحلة طويلة من الجهود والعطاءات بدأها الكشاف الفلسطيني منذ عام 1912 واستمرت عبر الاحتلالات المختلفة، مرورا في عام 1928 حيث الاعتراف الأول بالكشافة الفلسطينية وإلغاء الاعتراف بالكشافة الفلسطينية عام 1948، وانتقالا إلى عام 1996 حيث تم الاعتراف ثانية بالكشافة الفلسطينية دون حق التصويت والترشح. ومعنا الآن القائد عبير عسقلان، وتركز لنا القائدة على دور الحركة الإرشادية في رحلة الاعتراف الكشفي الفلسطيني. أهلا وسهلا بك قائدة، وتفضلي قائدة. المرشدة الفلسطينية فاعلة منذ العشرينيات للقرن الماضي، فقد شاركت بداية في الإسعاف للجرحى التي كانت نتيجة إما ثورات أو حروبات، وخاصة في عنا 1967 شاركت مرشدات محافظة نابلس في إسعاف الجرحى على تم وش. كما استمر دورها عبر الاحتلالات المتعاقبة، فشاركت جنبا إلى جنب مع الكشافة والقائد. وتبلور هذا الشيء في السبعينيات عندما أنشئت جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية في لبنان، وكما شاركت المرشدة عربيا كمناضلة ومرشدة في صفوف منظمة التحرير. كان لها دور كبير في المخيمات، كان لها دور كبير في الأنشطة الإرشادية التي تقيمها جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية في تلك الفترة. ونذكر القائدة المرحومة فاطمة الشهابي التي توفيت منذ عام تقريبا رحمة الله عليها. كذلك كان للمرشدة الفلسطينية دور هام في العمل تحت منظمة، تحت مظلة جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية. شاركت في الدورات وكان لها التمثيل بالمشاركات الخارجية واستقبال الوفود. هذا قائدة من عام 1948 حتى عام 1967، فترة الحكومة الأردنية. نعم. تفضل. نعم. وأيضا شاركت في استقبال الوفود، فاستقبلت القائدة هيلفي سابيلا من المنظمة الإرشادية عام 1966 في مدينة نابلس.
وعند عودة منظمة التحرير إلى فلسطين أيضا بدأ نشاطها وبدأت تعمل تحت قيادة هذه الجمعية، وكان لها الدور الفاعل الكبير في إعادة بناء المجموعات الإرشادية، حيث أقيمت كثير من الدورات والعشرات من الدراسات شاركت فيها قائدات، قمنا بعدها في تشكيل فرق مدرسية وأهلية. في عام 1996 تم استقبال الوفد العالمي المكون من جاك ماريون السكرتير العام للمنظمة الكشفية العالمية، حيث قام بزيارة فرق المرشدات واطلع على إنجازاتهن وبهر في هذه الإنجازات. بعدها توجه إلى أعلى جبل جرذيم حيث شاهد مخيم الكشافة، وعندها قال جملته المعهودة: تستحقون الاعتراف. وتم الاعتراف بعد ذلك اللقاء مباشرة في المؤتمر الكشف العالمي في أوسلو عام 1996، لكن بدون حق التصويت والترشح. هنا بدأت مرحلة جديدة من النضال لاستقبال العضوية، لاستكمال عفوا العضوية. أشكر القائدة. أتوجه الآن بسؤال إلى القائد محمد أبو راس. كيف تساهم الكشافة في تعزيز الوعي السياسي والنضال؟ بحث قدمه القائد محمد أبو راس وحصل على رسالة الماجستير قبل أيام معدودة. لماذا اخترت هذا العنوان؟ وما هو دور الحركة الكشفية الفلسطينية في الحفاظ على هوية الكشاف الفلسطيني؟ في البداية طبعاً عنوان رسالتي هو دور العمل الكشفي الفلسطيني في زيادة الوعي السياسي والنضال لدى الشباب في فلسطين الضفة الغربية نموذجاً. طبعاً سبب اختيار لهذا الموضوع إنه ميزات البحث إنه يكون ميول الباحث إلى البحث إلى الموضوع نفسه. كونك كشاف. كوني كشاف، فهذا سهل علي مشوار طويل. طبعاً كيف الحركة الكشفية بتساهم بزيادة الوعي السياسي والنضالي، هذا موضوع طويل وتم الحديث فيه بإسهاب في الرسالة. طبعاً في الحركة الكشفية هي حركة تربوية طوعية غير سياسية. لو نيجي نحكي بهذا التعريف إنه في مصطلحها كيف إنه غير سياسي وإلها جانب سياسي. هلا الحركة الكشفية هي حركة تسعى تنمية الروح الوطنية وتنمية الانتماء عند أفرادها دون الرؤية أو النظر في الأشياء اللي بتوصل للسلطة أو للحكم، فهدفها تنموي وتعزيز الانتماء في أفرادها. فالكشافة الفلسطينية من ضمن مناهجها في أن منهج الجانب الوطني والجانب الكشفي والخدمة العامة. في الرسالة ركزت على مرحلتين هي الكشاف المتقدم والجوالة. المرحلة الأكثر عطاء في الحركة الكشفية. صحيح. لأنه إحنا بعنوان رسالتنا هو دور الحركة الكشفية وعقدات الفئة العمرية. فنيجي نحكي عن منهاج الكشفي في خاصة في المجال الوطني، بنلاحظ إنه كثير من المعلومات اللي إحنا بخلال اجتماعاتنا الدورية، خلال اجتماعات مجلس الشرف، خلال اجتماعات الطليعة، بنركز على الأمور اللي بتعزز الانتماء عند هاي الأفراد، مثل نستضيف شخص يحكي عن تجربته السياسية، من خلال نحكي عن القادة الفلسطينيين الذين استشهدوا هم بالأصل كشاف مثل الفسفوري عبد المطلب الدنبوك الذي استشهد في معركة الكرامة. هاي الأمور كلها بتعزز عند الكشافة أو عند الجوال الأمور الانتماء الوطني. وفي عندنا كثير لو نيجي ننطلق للمدلولات في الحركة الكشفية، نيجي نحكي عن أسماء الأرهط، نيجي نحكي عن أسماء الطلائع، هي برضو بتعزز دور الانتماء للوطن، بتعزز الانتماء اللي بتزيد من وعي الكشاف السياسي الوعي النضالي. فممكن تذكر لنا أسماء الأرهط اللي ممكن ترتبط بقيادات تاريخية؟ في عندنا مثلا رهط الثلاثاء الحمراء، صح، أو رهط عبد الرحيم محمود ورهط الفسفوري. طبعا أنا بداية دخول الحركة الكشفية أسماء إرشادية وأسماء كشفية. يعني رهط دلال المغربي، رهط الخنساء، رهط أنا تحكي عن كتجربتي أنا. صحيح. خلال دخولي يعني أنا دخلت الحركة الكشفية في سنة أولى جامعة، وعند انضمامي لها كان أول اسم عندي رهط الفسفوري. فتلقائيا مين هو الفسفوري؟ يعني بدي لأي ذهن كشاف انه شو الفسفوري. خلال البحث عن الموضوع وجدنا انه اسمه عبد المطلب الدنبق، هو من نابلس واستشهد في معركة الكرامة، وسمى تلقب بهذا اللقب لانه كان شعره اصفر ولقب القائد ياسر عرفات بهذا اللقب رحمة الله عليه. فهي المدلولات دائما بتعزز الانتماء الوطني عند الكشاف، بتعزز الانتماء الوطني عند افراد الحركة الكشفية.
سبب اختيار لهذا العنوان لعدة مواضيع. طبعا بالبداية إن كون أنا أحد منتسبي الحركة الكشفية. الإشي الثاني تكريما للحركة الكشفية على وجود إلى 104 أعوام لحتى هذه اللحظة. والقسم الثالث إني أسعى لتطوير، يعني أقدم شيء للحركة الكشفية قدمت لنا كثير، فأقل إشي إنه أحافظ على راتب جميل في بناء شخصيتك. صحيح خبراتك. طبعا هي حركة الكشفية هي بنت شخصيتي بعدة من جوانب، يعني بسبب الحركة الكشفية أنا في يعني تأسست مركز شبابي، توصلت مع مؤسسات، هذا كله يعود فضل للحركة الكشفية. أشكر القائد محمد، وأعود بالسؤال ثانية إلى القائد عمي. بعد عام 1996 بدأ التوجه عند الحركة الإرشادية بالعمل وتطوير الأنشطة وبناء البرامج، وكان هناك خطط كثيرة استهدفت مرشداتنا في تطوير قدراتهم وبناء برامج تناسب أعمارهم. كيف تم عمل هذه البرامج وما هي الأنشطة التي قمتم بها حتى وصلت رسالتكم إلى العالم؟ بداية قاموا المسؤولين بتأهيل عدد من القائدات حتى يستطعنا توصيل المهمة الأصلية للحركة الإرشادية. بعدها قامت اللجنة التنفيذية مشكورة بتشكيل اللجنة الإرشادية عام 2010. اللجنة الإرشادية هذه عملت برامج وعملت أنشطة متنوعة ومختلفة، وكان لها الدور الفاعل في تجسيد عمل المرشدة الفلسطينية والقائدة الفلسطينية أيضا. يعني قائد أن هذا التاريخ في 2010 هو أول بداية لوجود جسم إرشادي فلسطيني. نعم كان أول بداية لوجود جسم إرشادي فلسطيني، وكان طبعا بدعم اللجنة التنفيذية والتفكير جديا وإلى أن تجعل القائدة والمرشدة جنبا إلى جنب مع القائد والكشافة. وفي عام 2013 أجري أول مؤتمر للحركة الإرشادية أو حركة المرشدات، أيضا انبثق عنه خطط وأنشطة متنوعة، مخيمات، خدمات عامة، عمل تطوعي، دراسات، مخيمات للمنجدات، مخيمات للمرشدات، يعني حتى العالم كله يعرف إنه إحنا مع نضال الكشافة في حق الاعتراف العالمي للترشح والتصويت. ونسمع أيضا إنه من نتاج المؤتمر كان تشكيل لجان إعلامية للحركة الإرشادية جنبا إلى جنب مع اللجنة الإعلامية الكشفية، وأيضا كان دور بارز للحركة الإرشادية في لقاءات المخيمات العالمية على الإنترنت الجوتا جوتي، وأيضا وجدنا أقلام واعدة، كثيرا من الأقلام شاهدناها تكتب وكان لها دور في الترويج للحركة الكشفية والإرشادية الفلسطينية. شكرا لكم. الآن نعود إلى فاصل إعلاني مع الأخوة في استوديوهات الثبات في لبنان. تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نتابع، ودائما في خيمتي. مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم مجددا ومتابع رحيلنا الكشفي مع ضيوفنا الكرام في مركز يافا الثقافي في مخيم بلاطة من نابلس، ومع القائد محمد عبد الوهاب نائب مدير وكالة الأنباء الكشفية كون وضيوفه الكرام. من جديد معك أبو الوفا، تفضل. شكرا قائد محمد، ونعود ثانية إلى ضيوفنا في مركز يافا، كل من القائد عبير عسقلان والقائد محمد أبو راس. وحديثنا الآن إلى القائد محمد أبو راس، كيف ساهمت الحركة الكشفية الفلسطينية كحركة نضالية في انتزاع حقها العالمي؟ وما هي التكتيكات التي استخدمتها القيادات الكشفية الفلسطينية في الحصول واستكمال هذا الاعتراف؟ في البداية طبعاً أي حركة كشفية في أي دولة عربية من حقها أن يكون معترف فيها دولياً. فاللي بيميز حركتنا الكشفية هي حركة مشابهة للقضية الفلسطينية. فنجي نحكي أنه من بداية دخول الحركة الكشفية في عام 1912 لحد يومنا هذا، نبدأ في المرحلة الأولى، مرحلة الاعتراف الأول.
انشاء الفرق الكشفيه بشكل استمرار من 1912 1913 و19 و20 و45 تم يعني الحركات الكشفيه كانت مستمره في انشاء فرق، كانه هاي الفرق وثبات وجودها على ارض الواقع وتقديمها لكافه الامور الوطنيه والنضاليه ساعدت بشكل اساسي على نيل الاعتراف الاول في 48. كانت صديقه ورفيقه للنضال الفلسطيني، كان لها دور كبير مع المجاهدين الفلسطينيين. صحيح، هذا لحد مرحله 1928. هلا في مرحله 1928 لما حصلنا على الاعتراف الاول بدات ان بهاي الفتره الحراك الثوري مثل ثوره البراق عام 1920. صحيح. وكان للحركه الكشفيه دور كبير في هذا الموضوع. بعدين انطلقنا للثورة الفلسطينية الكبرى، وكان برضو الكشافة الفلسطينية دور أكبر. وفي عام 1945 تم تشكيل الجمعية الكشافة الفلسطينية في القدس، تم تعيين فوز النشاشيبي هو رئيسا لها. فوجود الكشافة الفلسطينية في ذلك الفترة وكان دور النضالي والدفاع عن الوطن بشكل كبير، مما كان يعني كان في أنا ذاك البريطاني أصدر تعميم إنه اعتقال أو منع الكشافة الفلسطينية في زي الكشفة، وتم تعميم إنه على عشان نحمي هاي الأفراد الكشافة تعميم لبس الكوفية عشان نحمي بشكل كبير، لأن المجاهدين في هذا الوقت كان يلبس الكوفية، كان يلبس الكوفية صحيح، تعميم للكشافة أن يلبس حماية للمجاهدين 100%، وهاي كان دورها. بعد ذاك الفترة تم سحب الاعتراف منها في عام 1948 لأنه شافوا إنه الحركة الكشفية هي مثل خطر على الاحتلال وخطر على الانتداب البريطاني وهاي الأمور. انتقلنا ظل منع الاعتراف، يعني ظل ما الكشافة الفلسطينية مش معترف فيها حتى عام 1996. في عام 1996 تم الاعتراف فيها بدون حق التصويت أو الترشيح. فاستمر. كان أود سؤال عن فترة انطلاق جمعية الكشافة المرشدات الفلسطينية تأسيسها سنة 1972 في لبنان، ما هو دور الكشافة في هذه الفترات وكيف كانت تساهم من خلال الجسم اللي كان يرعى جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية اللي هي منظمة التحرير؟ صحيح. كيف كانت طبيعة المشاركات؟ ونحن نعلم أنهم كانوا يشاركون في مؤتمرات. صحيح. وكان لهم دور كبير في تعزيز وجود الكشافة الفلسطينية. صحيح. هلا بعد هاي الفترة اللي زي ما حكيت إنه بعد سحب الاعتراف والاعتراف فيها انه بس يجوز لها حق التصويت والترشيح، بدأت تكثيف جهود لأبناء الكشافة الفلسطينية من أجل عودة الاعتراف مرة أخرى. كان لهم مشاركات خارجية كثيرة توصل رسالتنا، كان لهم تكاتف داخلي وخارجي عربي على تعزيز دور الكشافة الفلسطينية في إثبات حقهم في اعتراف في منظمة الكشافة العالمية. فتكاتف الداخلي والخارجي وترتيب البيت الداخلي للكشفي الفلسطيني ساهم بشكل أساسي من خلال اللجنة التنفيذية، من خلال مجلس أعلى الشباب والرياضة، لعب دور كبير لأنه صار عندنا ترتيب داخلي وترتيب تكاتف خارجي من خلال منظمة الكشفية العربية بقيادة فوزي فرغلي رحمه الله والقائد الآن عاطف عبد المجيد. هذا ساهم بشكل أساسي أنه نتوجه بقوة لحصول على الاعتراف الدولي. كما أشرت قائد محمد أنه كان السير بثلاثة اتجاهات، أول شيء بناء الفلسطيني الداخلي أن يكون متين. صحيح. وجود قوة عربية ضاغطة ومساندة للكشاف الفلسطيني في توجهه نحو الاعتراف الدولي، الاعتراف العالمي. الآن توظيف وتجنيد حلقة الصداقات العالمية خدمة لاستكمال ملف الاعتراف، وكان رأس الحربة في هذا البرنامج في هذا التوجه اللي هو الدكتور القائد عاطف عبد المجيد، ولا ننسى أيضا كل الداعمين للكشافة الفلسطينية من رؤساء الجمعيات العربية. وأقول أن كوني عشت تجربة في اللجنة التنفيذية أنه اللجنة التنفيذية لجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية كانت أو قدرت على إعداد ملف قوي، كانت أوراقها جاهزة، برامجها التي نفذتها على الكشافة الفلسطينية ونشرتها عالميا عرفت العالم بمستوى القيادات الكشفية الفلسطينية، مستوى البرامج القوية التي تنفذها الكشافة الفلسطينية، وأقنعت العالم أننا نحن قادرون. أضيف أيضا إلى أن الاعتراف السياسي بإقامة الدولة الفلسطينية، الاعتراف بفلسطين، ساعدنا كثيرا، واعتراف اللجنة الأولمبية العالمية وكل هذه المؤسسات. قدر قامت اللجنة التنفيذية بتوظيفها في ملفاتها، وأيضا جمعت الصور التاريخية وجمعت الوثائق التاريخية القديمة ووظفتها
نصحها خدمة للمشروع. وفي مؤتمر سلوفينيا أعلنت قيادة المنظمة العالمية أن الملف الفلسطيني جاهز وعليهم أن يتقدموا الآن للاعتراف الدولي. والحمد لله تم التصويت على من خلال التصويت على كل الجمعيات العالمية خلال التصويت الإلكتروني، وكانت خطوة ناجحة. وأدار هذه الخطوة كما أشرنا سابقا اللي هو الدكتور عاطف عبد المجيد الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية. قائدة أعود إليك ثانية وأقول لك، ما هي رسالتك للحركة الإرشادية الفلسطينية؟ ما هي رسالتك للزهرات والمرشدات وللقائدات؟ نحن الآن أنهينا مرحلة طويلة من العذاب في إحداث استحقاق كبير، وحققناه بجهود كل الكشافين الفلسطينيين والعرب. ما هي رسالتك؟ بداية، هل لي أن لنا جميعا هذا الاعتراف الذي يعطي المجال لجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية، جمعيتنا، بأن تنافس جميع الجمعيات العربية على جميع الأصعدة، برامج تنمية قيادات، تنمية عضوية، خدمة وتنمية المجتمع، إعلام، مشاركات خارجية، كما ونسمح لحركة المرشدات أن تأخذ دورها أيضا كاملا غير عندي قبل. فإن شاء الله إنه نأمل أن يكون لنا مؤتمر إرشادي نجسد فيه جميع أنشطتنا، ونعلن للعالم أن حركتنا الإرشادية فاعلة وموجودة وليست ببعيدة عن النشاط الكشفي لجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية. ورسالتي لجميع المنجدات أو المرشدات أو الزهرات أن يكون ويحققنا الهدف من الحركة الإرشادية، وهو خلق المواطن الصالح. ونحن دائما قياداتنا على المستويين الكشفي والإرشادي تحقق هذا الهدف، ونرى أن الكشافة أو المرشدة تختلف بجميع صفاتها وعطائها عن بقية أقرانها اللواتي لم يدخلن في الحركة الإرشادية. شكرا قائدة، وكلام رائع ورسالة تصل إلى قلوب كل الزهرات وكل المنجدات والمرشدات. وأعود إلى القائد محمد أبو راس، ما هي رسالتك للكشافة؟ رسالة للكشافة الفلسطينية هي أنه نحن نناضل 104 عوام تقريبا لحصول على الاعتراف الدولة، وحصلنا عليه في فترات متقطعة وتم انسحاب منه، وحصلنا عليه قبل مدة شهر تقريبا. فهذا التعب أو المشوار الطويل الذي قام به قادة فلسطينيين بجهود فلسطينية، كشاف فلسطينية، بتكاتف دولي وعربي للحصول على الاعتراف، بدنا نوظفه بشكل أقوى من خلال معسكرات وطنية داخل أرض فلسطين، معسكرات مؤتمرات داخل فلسطين. رسالتنا هي دائما أنه الكشاف الفلسطيني له الحق أن يكون وأن يشارك في كافة المؤتمرات في داخل أرض فلسطين، وندعو أنه نتوجه لجمعية الكشافة المرشدات الفلسطينية ومنظمة الكشفية العربية ونناقض مجموعة من المؤتمرات داخل أرض فلسطين في كافة المجلات، نثبت لهم أن الكشافة الفلسطينية تستطيع وأن تقدم الكثير، من أجل أن نثبت لهم أن الكشافة الفلسطينية حقها أن تأخذ هذا الاعتراف. ورسالتنا نوجهها بشكل عام للكشاف، توحيد صفوفنا الداخلية وقوتنا مع بعضنا هي ستثبت جدارتنا، وسنثبت للعالم أجمع أن الكشافة الفلسطينية هي كشافة تربت على المفهوم الوطني، على الانتماء الوطني، تعزيز المفهوم في كافة مجالات الحياة الفلسطينية، مع أنه فرصتها كانت دائما قليلة غيرها من الكشفاء أو الجمعيات الكشفية العربية. فزي ما حكيت، توحيد صفوفنا هي بعزز قوتنا. أشكر القائد محمد، وأبدأ من حيث انتهى القائد محمد أبو راس، حيث وجه نداء وحدة، نداء لتتوحد كل الجهود الفلسطينية وتتضافر ونكون تحت
جسم واحد، نحن حقيقة تحت جسم واحد، ولكن أن نجتمع في مكان واحد لن يفرقنا الاحتلال، أن يكون مؤتمرنا القادم بإذن الله في القدس، وأن يرفع شبل وزهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق كنائس ومآذن القدس، كما أشار سابقا القائد المرحوم الرمز أبا عمار، وبانتظار أن نحقق حلمنا بالعودة كاملة، بالعودة إلى فلسطين، لنكون بإذن الله داخل فلسطين. وشكرا لكم، وأنقل الرسالة لك الآن قائد محمد اللبابيدي، وأنقل تحيات زملائي الموجودين لكل الكشافين الفلسطينيين في كل أماكن الشتات، والسلام عليكم. مبارك لفلسطين، مبارك للكشفية الفلسطينية، مبارك للكشفية العربية، وإلى النصر المبين بإذن الله. يرونه بعيدا ونراه قريبا، وأننا لصادقون، وأنها لثورة حتى النصر، وأننا لعائدون. مشاهدينا الأعزاء، بشكركم لمتابعتكم إلنا بهالحلقة من برنامج في خيمتي، وممكن متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحة الخاصة بالبرنامج، وأرسال أي اقتراحات من قبلكم، على أمل اللقاء معكم في حلقات أسبوعية جديدة مع ضيوف كشفيين جدد. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، وإلى اللقاء.